اوكي هاي المستعدة مستعدة حان الوقت حان الوقت يا حان الوقت يا لولو يا لولو حان الوقت للمقاولة حان الوقت للمقاولة مرحبا انا رفي كيف حالكم مرحبا انا شهاد كيف حالكم اليوم معكم ضيفة خاصة جهاد من تونس السلام عليكم عسلامة أنا جهاد ومن تونس أنا دعوته وهو أيضا كان مهتم بتصوير فيديو معي فقررت أن أصور معه فيديو أنا أيضا لدي يوتيوب قناة يوتيوب حتى الآن أنا لم أختار أي لغة يجب أن أتحدث في المقابلة صحيح أعتقد أن المتابعين يريدون أن يستمعوا إلى الكورية لا أعرف عربية؟ هل تريدون عربي أو كوري؟ أول اثنين معا اثنين معا نبدأ الآن مقابلة يمكنك أن تقديم بنفسك؟ أول شيء أنا من تونس أتيت إلى كوريا منذ سنة 2015 درست هندسة صناعية في جامعة هانيانغ وتحصلت على شهادة دكتوراه والآن أنا أشتغل في كوريا كباحثة في مركز بحث أنا أقول لي حول حياتي خلال 5 سنوات انطباع الأول الانطباع الأول السنة الأولى يجب أن ندرس لغة, لغة. فقط لغة فقط اللغة فقط في مركز اللغة هذه السنة كانت يعني ممتعة جدا ممتعة؟ ممتعة جدا لا نعرف اللغة جيدا فكنا يعني بدون تفكير مع تعلم اللغة تبدأ المشاكل تفهم الأحداث بعد الحدث إذا كنت تمشي وسمعت شخص يقول شيئا تقول الحياة الحقيقية بدأت بدأت بسبب اللغة مشكلة بدأت الحياة الحقيقية عندما بدأنا تخصصاتنا في الجامعة كيف فهمت يعني دروس الهندسة باللغة الكورية أو إنجليزية؟ كانت الدروس الأساتذة بصفة عامة كانوا يدرسون باللغة الكورية فبصراحة لم أكن أفهم ولا كلمة ولكن الحمد لله كانت أعدادي كلها A و A plus حقا السؤال التالي باللغة الكورية هل مستعدة؟한국에 살면서 가장 좋았던 거 가장 좋았던 거 사실은 배달 배달 진짜 와 싸네요 빠르지 완전 대박 그 옵션이 안전 배달 그 안전 배달 되게 좋아 문 앞에다가 문 앞에 놓고 도착했습니다 도착했습니다 그래서 너무 좋아 튀니스에 없어 튀니스 별로 없어 그거 있잖아 내가 뭐 KFC 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 있는데 아시마 파카 아시마 파카 그래서 다른 도시에서는 별로 없어 별로 없고 한국에서는 교통 교통 되게 좋아 편해 지하철 네, 너무 편하고 안전하게 살 수 있어 여자들이 혼자 살아도 편하게 살 수 있어 새벽에 4시 5시까지 무실에 있을 수도 있어 너무 편하게 집에 안전하게 갈 수 있으니까 너무 좋아 최고 세이프티 최고 아미나 알아만 알아만 그럼 다음 질문도 싫은 것도 있잖아 5년 살았으니까 싫은 거 사실은 붙이는 거 지하철 사고 조언하고 맞아 너무 딱 그런 상황 생길 때는 사고가 기대하고 있는데 기대하는 마음 있는데 보고 그냥 무시하고 사실은 서울에서 사람들 되게 많아서 맞아. 이해할 수 있어 또 다른 건 없어? 엄청 싫은 거 막 살면서 생각해 특히 외국인들 볼 때는 쳐다보는 거? 쳐다보는 것만 아니고 Where are you from? 네 맞아 진짜 이야기하고 싶지 않고 그리고 그 이폰 계속 이렇게 키고 근데 그 아저씨 계속 야 Where are you from? 야 yeah. I don't want to talk 대부분 이렇게 집 너무 작아 맞아 너무 작고 끝났어 박스 박스야? 너무 작아 브리지는 너무 방도 많이 있고 그러면 궁금한 거 또 있어 5년 살면서 가장 기억하고 있는 순간? 5년 동안 과학단 다니고 있는데 5년은 너무 아팠어 너무 아팠는데 그때는 한국말을 못해 맞아 한국말 못해 그래서 병원에 못 가 선생님 너무 멀게 살고 있는데 왔어 집으로 왔어?
기숙사. 아, 기숙사. 기숙사. 병원으로. 병원으로. 오. 약도 나를 사고 선생님 돈으로 다시 기숙사까지 데려왔어. 와. 너무 너무. 감동? 그건 감동받고 트윈이면 뭐 네. 엄마도 있고 아빠도 있고 있는데 여기 한국에 아무도 없으니까 아무도 없고 맞아. 친구들도 한국말 못하고 그치? 그래서 다들 진짜 어떻게 해야 하는지 몰랐어 그러면 안 좋은 안 좋은 니크라 내 옆에 아줌마 앞에 있었어 그래서 그 아줌마는 아, 이렇게 계속 쳐다보고 쳐다보고 그 다음에는 내가 그냥 어, 안녕하세요 이렇게 라고 했는데 그 아줌마 한국말 잘해? 어 그럼 한국말 잘해? 네. 그래서 이야기 시작했어 한국에서 사는 거 되게 좋아서 아마 계속 한국에서 살 것 같다 근데 그 아줌마는 왜 계속 한국에서 살고 싶어? 자기 나라 가 그래서 너무 그때는 너무 깜짝 놀랐으니까 조금 상처받았어 사실 괜찮아 뭐 많지 않아 그런 상황은 사실은 많지 않아서 여기 한국에서는 그래서 괜찮았어 괜찮아, 괜찮아? 좋은 사람들도 있고 좋은 사람들이, 맞아 좋지 않은 사람들도 있고 어디 가도 그런 사람들은 만날 수 있잖아 그치? 괜찮아 뭐. 이거 맛있다 이거 아직 안 먹었어 맛있어 루갈 아라비아 하디힐 마라 나리키 아이 코타 빌 무스타크발 아오 피비 코리아 마다 투리디 빌 무스타크발 أريد أن أستقر هنا في كوريا بدأت العمل من أربعة أشهر تقريبا بالنسبة لي أهم شيء الحصول على الفيزا طويلة لذلك أنا أشتغل على الحصول على الفيزا يجب الحصول على شهادة في اللغة الكورية وأكيد أشتاق إلى تونس ولكن بكل صراحة يعني في تونس صعب جدا أن يكون لديك مستقبل وتجد عمل جيد وكل شيء تعودت على الحياة في كوريا ومن الصعب جدا لي أن أتأقلم مرة أخرى بالحياة في تونس أسألا أخيرا بعض المتابعين يريدون أن تعودوا إلى كوريا للدراسة أو للعمل نصائح إذا تريدون بعض النصائح اذهبوا إلى قناة اليوتيوب تبعي هذا فكرة جميلة اذهبوا إلى قناة اليوتيوب تبعي سوف تجدون اللينك في الديسكريبشن بوكس كل النصائح التي تحتاجونها للقدوم إلى كوريا للدراسة أو العمل تجدونها في قناتي جيد جدا تابعوا قناتها أيضا حسنا شكرا جزيلا على المقابلة جميلة عفوا شكرا لاستضافتي في قناتك أتمنى أن حياتك سعيدة شكرا في كوريا شكرا أتمنى لك كل خير إلى اللقاء إلى اللقاء باي باي إلى اللقاء